مشي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب راديو صوت العدالة. معنا اسم محمد موكلي. محمد مرحبا بك قناة صوت العدالة. شكرا خويا أنس، مرحبا. بارك الله فيك. كنشكر صوت العدالة على الاستضافة هذه. مرحبا، شكرا. الناس اللي بغا يعرفوا اسم محمد موكلي شكون هو؟ محمد موكلي شنو نقول لك، مواطن بحاله بحال المواطنين، بشر بحاله بحال اي سوال البشر. الحمد لله والشكر لله، وهذه هي الحياه اخويا انس. الحمد لله من فضل الله، دوزنا المشاكل، دوزنا القباح، دوزنا داكشي، الحمد لله من ربي كيعفو. هذا كيتجه لطريق الله والحمد لله، وربي ما كيخسرش اخويا انس. هذا هو اللي أبواب الرحمة ديما مفتوحة. الحمد لله كبير، الحمد لله. محمد موكلي وقع لك مشكل مع الزوجة ديالك. اخويا شنو هذا المشكل؟ قبل ما تعرف على الموضوع، المشكل اللي وقع اخويا راه دز في المناظر بزاف. انا الزوج ديالي وقع لي مع واحد المشكل، خلات لي الوليدات ومشات. اخويا انس، ودابا انا راه ربعه الوليدات الحمد لله. انا كنبقى كنعاني معاهم شويه، ولكن الحمد لله ربي كبير. ملي الحمد لله حيدنا من ديك طريق المشاكل واتجهنا لطريق الحلال، الحمد لله. وكنطلب الله الله يقدرني عليهم ثلاثه البنيات شي وليد. شنو سال الزوج سبحان الله؟ تزوجت اخويا نهار درنا لاكت، درناه في 2010. وانا هاد السيده كنعرفها تقريبا من 2003 2004. 2003 شحال كنتي عندك علاقه بها ولدتو بطريقه غير شرعيه؟ معقول اخويا. شحال من دري ولدتو؟ ولدنا البنيه. ايه وتزاد الوليد، باقي كاع ما تزاد الوليد. صوبنا الوراقات، درنا تزوجنا على سنه الله ورسوله، صوبنا الوراقات، تزاد الوليد، وبقينا غاديين مستمر الحياه. اذا دابا انت ولدتي الابنه بطريقه غير شرعيه، وحمل حملات بالطفل توفى غير شرعيه، عاد درتو لاك. ايه اخويا انس. محمد اش كان خدام بقيتها؟ اش كان كيدير؟ كيفاش تعرف لهاد السيده؟ الخدمه ديالي اللي كانت اش غنقول لك، ماشي خدمه، كان هم كان عذاب. دابا هادي هي الخدمه، ملي كتدخل للدومين ديال الحلال هذيك هي الخدمه، اما هذيك ماشي خدمه. كانت تجاره في منوعات، كانت بزاف الحوايج، كانت تجاره في بزاف الحوايج. كما كنقولوا كنتي بزناس. انت فهمتيني. كانت عندي واحد القهوه واخا كانت فلوس كاع ما كنتش عايش بها خير تما. ومن طبيعة الحال راه اللي كيكون كيدير داك الشيء راه ما عمرو غيقول لي شي واحد. انا كنتحدى اي واحد اللي كيدير الدومينات ديال التجاره في الممنوعات غيعيشها، يعني ما يمكنش. واخا الفلوس دايره، هو كاينه الفلوس وماشي الفلوس، كانت اكثر من الفلوس، ولكن راه العذاب. راه ملي كتنعس راه كيعموش اللي داز من حداك قرقه بشي حاجه كتقول تخفز. ما كتعيش هذاك الهنا بحالك بحال الناس. كيفاش تعرف شي سيدي تاهي دخلات معاك كتكتبي ولا تلاقيتي؟ لا ما عمرها باعت معايا شي حاجه السيده، ما نكذبوش على الله. انا السيده تلاقيت انا وياها في واحد عيد الميلاد، وعجبتني ديك السيده، بغيتها، تعرفت عليها، صدقنا مصاحبين، دوزنا واحد ليه ماش مصاحبين. شحال كانت السن ديالك انت بصح مع صاحبك؟ انا زيد 78 تقريبا، من 2003 ل 78 تقريبا، 20 غتكون اخويا شي 33 عام. 33 عام تكون شي 33 عام. 78 33 عام كنتي تصاحبتي معاه، وشحال كانت السن ديالها؟ هي كانت زيد في اما في 86 اما في 83، ما عنديش داك الشيء المعلومه بالضبط. باقا صغيره هي شويه. كاع ما كانش واقيلا عندها لاكارت كما قلتي لي. لا فاش تزوجنا وراتني لاكارت، ولكن قبل ما عرفتش واش كانت عندها ما كانتش عندها داك الشيء. علاش كنتو كما قلتي كما سميتها انت كنتي مصاحبي، كانت كتجي معاك الدار، كانت عايشه معاك بانها مراتك؟ لا ما كناش حنا، كانت عندي دار، كنت كاري واحد القهوه، كانت عندي السكنه الفوق، كنت بوحدي عايش بوحدي
فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين. وهي هذيك السيده ملي تعرفنا راك عارف بنادم كيعيش بوحدو وداك الشيء راه من طبيعه الحال بنادم راه كتولي مصاحب معاه راه كتولي بحال مرتك راك انت عارف حنايا راه كتولي بحال مرتك. ولكن هي ملي تزادت البنيه سافرات وخلات البنيه فين سافرات؟ وهي على القول ديالها كتقول لك مشيت للخليج. انا ما عارفش ما نقدرش نكذب عليك اخويا. خلات لك الابنه خلاتها لك خلات الابنه ومشات ما خرجتيش تقلب عليها ما سولتي عليها ما انت ما مساليش لداك الشيء باش غتخرج تقلب على انا دابا عطاها الشرابات وعطاها الديعان وعطاها انت فهمتيني اخويا انس عطى الحشاك البيران عطى الهم عطى العذاب فهمتيني ماشي عيشه هذه ونقول لك الصراحه هذيك ماشي عيشه خويا العيشه هي هذه اللي كيدخل بنادم الدومين ديال الحلال هذيك هي العيشه كيكونوا قليل ومداهم ولا كثير ومقطوع فهمتيني خويا انس. اما دابا هذه يلا وليت كنعرف راسي راني عايش يلا كنذوق حياه العيشه هي هذه. شحال السن دابا عندك؟ انا دابا تقريبا 8 تكون طالع في 45 عام. 45 يلا بديت تعيش الحياه يلا بديت كنعيش الحياه ديالي ديال المعقول يلا وليت كنعرف تماره وليت انا كنضرب تماره وليت كنشد كروسه ندور بها حاشاك على الطوارون جمع البلاستيك باش نجيب لهذوك الوليدات اش بياكلوا وباش نعيش انا وياهم. والحمد لله انا ما كاعيش على هذه العيشه بالعكس انا كنطلب الله يسمح لي على داك الشيء اللي فات وهذه هي العيشه. وراك عارف حتى بنادم اللي ما عنده صنعه ما عنده حتى شي حاجه كخريج السجون دوزتي السجن وبزاف شحال واه انا ما بقيتش عاقل والله ما كذب عليك انا كثار الطفوله ديالي تقريبا ضربناها في الحباس. شنو نحاولوا نتحرى على ماكش صحاب اش كان كيدير صحاب في الطفوله ديالو كان عايش مع والديه شنو كان خير بزاف الوالدين عندي كان داك الشيء الحد في القد الوالدين الحمد لله انا كنشكرهم كنشكرهم من هذا المنبر كنشكر الوالد بشعيب وكنشكر الحمد لله وكنشكر الوالده رشيده حيت هذوك الناس كبرونا بالحلال والواليد كان خدام في الجماعه كبرنا بالحلال. انا كاع ملي خرجت الدومين ديال الحرام كنت كندخل لهم خبزه كيجريو عليا انا وياه كيقول لي ما بغينا منك والو حيت هما كبرونا بالحلال الحمد لله. انا خويا انس انا خرجت من جلوق من و 13 عام خرجت. اش خرجت محمد كيدير في 13 عام؟ خرجت في 13 عام هربت للدار. شنو فين مشيتي؟ هربت للدار مشيت الكار الكار الاول غيحطني في الرباط. انت كنتي ساكن قبل؟ انا في كازا. في كازا مشيتي الرباط؟ مشيت الرباط. اش درت محمد؟ النهار الاول بت حدا البحر. ايه باقي صغير ما كنعرف لا هوك لا وبقيت علمتني الظروف وبت في الزناقي وبت داز عن العذاب فهمتيني. وهي في انطلاقة ديال سي محمد هي في انطلاقة فاش خرجنا للإجرام. زعماكش علمك شي حاجة؟ نقولك الصراحة ومن هذا المنبر بغيت نقول لك أخويا أنس أنا هاد القصة اللي كنعاود لك بغيتها تكون عبرة للشباب. بغيت كاين بعض الشباب اسمح لي قاطعت كاين بعض الشباب كيشارجوا في مخدرات الله يسمح لهم كيسحبوا راسهم غادي في الطريق الصحيح. لا خويا كي دابا بنادم كيصور هذاك 1000 درهم في النهار 2000 درهم كنا كنصوروا كثر وديك الساعه راه فهمتيني. انا اللي بغيت نوصل للشباب ما يغركمش شي واحد كيمشي للحبس ما يغركمش شي واحد كيتاجر في الممنوعات راه داك الشيء راه والو راه داك الشيء والو راه هو مع نفسه راه كيمشي ينعس وكيقول كيقول انا كنخربق لا دار النعاس هو دماغه كيوبخو كيقول انا راه كنخربق راه ما كنديرش شي حاجه ديال المعقول. سي محمد مشى شي الامارات كما قلتي ومع شي دوله في الخليج ملي جات كيفاش جات عاوتاني هي فاش وقع لنا المشكل هي فاش حملات بالوليه بلا لاكط بلا لاكط ملي جات عندك شنو قالت لك فين قالت لك مشات انا خويا قلت لك انس ما كتبقاش تسوق لك حتى الفلوس كاينه ما على بالكش فهمتيني كما قلتي تمشي وحده تجي وحده ما داك الشيء ما على بالكش بيه وداك الدومين هذاك الدومين كيجيب لك بزاف الله يسمح لينا الدريات وداك الشيء بزاف وما اكثر فهمتيني
علاش قلت لك كنوجه انا رساله للشباب والشابات، هذاك الدومين يبان لكم شي واحد كيبزناز ولا شي واحد راه يغركم، راه ماشي عيشه هذيك، هذيك راه ماشي عيشه. شحال غابت اسم محمد خايب؟ ولا قلت لك شي حاجه خويا انس، والله ما عاقل، حيت انا يوميا مقلوب. يوميا انا مقلوب. يوميا يوميا تقريبا اكثر واقيلا كاع ملي لقاتني عاوتاني في القهوه نفس عاده باش لقاتني عاده باش عاوتاني زدت ولا اسم محمد خور ولا فهمتيني طانوبيل ولا داكشي ولا كلشي فهمتيني المالا عامره فلوس كلشي الشرابات الغبره الهم الكحل واش كنقول لك انا اخويا امين راه كنقول لك راه شي حوايج راه شي حوايج كنقول لك اللي تاجرنا فيهم الله يسمح لينا راه العذاب راه ماشي داكشي ساهل ماشي داكشي فهمتيني راه شي تجاره صعيبه بزاف. زاد انت جات عندك غرقات معاك في المعصيه كنتي غادي فيها حتى ماشي حملاش بالطيف اللي هو دابا ديالك كيفاش شنو الفكره بجاتك باش درتي لاكو صحيتي ديك النار ولا شنو باش درتي لاك؟ ماشي صحيت شت الوليدات وليداتك دخلوا لخاطرك وليتي كترعد فهمتيني حيت راه الله يسمح لنا من الوالدين راه كتعرف الكبده ديالك ملي كتهز البنيه ديالك بنتك ولا ولدك صغير راه اوتوماتيكمو داك الشيء ديال الله راه قدره ديال الله راه قلبك كيتزعزع بلا ما غايقول لك شي واحد ولا راه قلبك كيتزعزع فهمتيني الله يسمح لنا من الوالدين هذا هو اللي بغيت نقول لك اخويا انس الله وانا اللي بغيت نقول لك اخويا انس انا ديك السيده انا كنتمنى لها تكون بخير وكنتمنى لها في حياتها تكون زوينه وكنتمنى لها حيت حنا مشاركين الدم ومشاركين وليدات ونقاطعك اسم محمد هادشي كله غنوصلوا ليه في الاخر مرحبا اخويا رساله وغنشوف الكاميرا وغنتوجه حنا باقي ما كملناش واخا اخويا 1% من القصه ديالك مرحبا انا عارفه وفي الدار سمعك اسم محمد بعد ما درتي مع لاكت شنو وقع؟ عشنا كأي شو الناس شي سانسيشي داك الطريق ديال البلي ولا باقي لا بقات بزناز مجوز بزناز مجوز كتجي للدار اش باغي الفلوس هاكي الفلوس الله يعاون كي كانت جيمك كانت جاك واش كتخرج معاه الدور معاه لا لا ملي تزوجنا ما كانش كتخرج معاه مزيره كما كنقولوا ماشي مزيره هي مزيره راسها بحالك هي كانت كتريح في الدار كاين الفلوس كاين القهوه تحت الدار فهمتيني كتبغي شي حاجه كتهبط للقهوه كتبغي فهمتيني حيت حيت شي نقول الله يسمع ليا وكنقول العيالات يسمحوا ليا حيت ملي كتكون عندك الفلوس راه بلا ما غنقول لك اخويا انا تمشي كيدير لك انت فهمتيني اي بلاصه كتدخل ليها راك انت معزز مكرم حيت كاين الفلوس ملي سكناش معاك تزوج وليت وليت شي دري اخر ملي تزوجوا لا بقينا ما ولدنا حتى شي حاجه بقينا يلاه جوج وليدات بقينا غاديين غاديين جاو شي صحاباتها عمروا لها دماغها راه فلان لقيناه مع وحده فلان لقيناه مع وحده فهمتيني دوك طوط طوط صدقت حارقه الدار كسر القيل والقال على هادشي وكاين سي محمد واحد النقطه اللي غنرجع لك مرحبا ملي كانت معاك قبل ما نديروا لاك كانت عارفه كتمشي داخله معاك الدريه خارج معاك كما قلتي انت كانت عارفه هادشي ماشي دابا القهوه كيريحوا فيها الدريات لا دابا ملي كنتي مثلا تمارس مع الليل ولا كتب كيكونوا الدريات كاين شكوك ولكن انا راه ما كندير والو انا كنريح كا فهمتيني كيجيو صحابك كيريحوا فهمتيني الدريات كتريح معاهم فهمتيني كتضحك معاهم وكتجي كتباس في دارك كاين راس محمد ما بين ليلى وضحى ما يمكنش يتحيد من هذيك القاعده ديال يجيب الدريات واخا تزوج تبقى في هذيك القاعده لا والو الضحك تلعب سالينا حيت داك السير ماشي شي حاجه دابا انت الضحك كتبركوا اونسومبل كتضحكوا بعضياتكم كتشربوا وراه ماشي دريه راه دريات راه كنقول لك دريات محمد ما تقدرش تغلط معاها كنقول لك ماشي كتريح معاها انت في الدار راه كتهبط البار ولا كتهبط للمدينه ولا كتمشي لعين الدياب ولا فهمتيني تماك اللي كتريح ما يمكنش غت كما كنعرفوا الزوجه المغربيه ملي كتزوج صار كتبغي مع راجلها وتجمع دارها ومن طبيعه الحال راه كنشكر العيالات الصراحه وراه من طبيعه الحال اي وحده كتبغي تزوج راه من طبيعه الحال كتبغي تجمع دارها وكتبغي راجل يكون لها بوحدها ما كتبغيش راجل مشروك راه من طبيعه الحال هذا هو الزواج اللي عندنا في المغرب ملي سمعت الهضره مع صحاباتي اسم محمد حرقان الدار اه في القهوه
لا ماشي القهوه، الدار الفوقاني. الفوقاني هي مليحه. اللي حرقاتها انا عيطوا لي مالكم، ما انا في عين الدياب في عين الدياب مريح. جاني تليفون الو شنو هو كاينه كي رد. لا معشي تقريبا شي سبعه ثمانيه بحال هكاك، واش عيطوا لي انا واش داكشي تحرق قبل داكشي شويه. الله بديتي الله كاينه كاين او ما يمكنش. جيت فين مشينا للكوميساريه، راه مرتك حرقت الدار ودارت دارت دارت. مشيت بغا نكتب لها تنازل، قالوا لك راه عندك بلان تات. ديال جات البلان تجاره لا، لقينا شي وحدين عندك في القهوه كيكميو مخدرات. انت مقابل القهوه وكاري قهوه، انت اللي كتحمل المسؤوليه. صدقت مشيت للسجن انا، مشات هي دازت خرجت الحمد لله. كتقول كتبت لها تنازل حيت ما يمكنش وحده والده معاك وليدات ما يمكنش تصيفطها للحبس. كتبت لها تنازل هي خرجت وانت دخلتي. انا دخلت ضربت داكشي اللي قسم الله ثلاث شهور. ضربت فيها شهرين. غرامه ماليه خلصتيها؟ كانت شي غرامه ولا؟ غرامات هذوك تا غنجي غنعاود لك على هذوك الغرامات. وبغيت نوصل واحد الرساله، وكنت من خوتي اللي كانوا داخلين معنا شي اوتور شي محامين شي حاجه يتعاونوا معنا. خلاص خلاص نوضحوا الراي العام، دابا حنا خصنا نكونوا صرحاء مع الراي العام. مرحبا. ما فتحنا اللي قلبنا خصنا نوضحوا. معقول معقول. تليفون معقول. عرفت لا لا باش زيد اخويا نقول ليه بحالاش كما قلت لي انت بزاف بزاف. شنو تحرى العام شنو وقعت بحالاش اخويا انا؟ دابا اللي قلت لك خلصتي غرامه قلت لي لا بزاف الغرامات بزاف اللي هو واش كنتي تخلص على القهوه؟ لا دابا ملي كتحكم بالحبس اوتوماتيكمون عندك بحال قلتي عام ديال الحبس وغرامه القد والقد. كتضرب العام ديال الحبس كتبقى الغرامه، كتضرب ست شهور ضروري ما كيعطوك غرامه معاها، كتضرب ثلاث شهور ضروري ما يعطوك غرامه معاها، كتضرب دابا هذوك الغرامات. انت فاهم واش غتخلص؟ ما عندك ما تاكل، انت عندك ربعه الوليدات بعالم بك الله اش غتخلص؟ من بعد ما خرجت اسمع من ثلاث شهور ملي خرجت اخويا اش غنقول لك؟ ما لاقين فين نعسو، ما عندنا في الدار تحرقات، كلشي مشى زيرو درهم. يكتب زناد ما كل شيء مشى الدار راك تحرق فيها كل شيء. الحرام كيدي كل شيء. الحرام كيمشي في الحرام. والله إلا شي بزاف الفلوس. شحال تقريبا؟ وحتى لا جيت غنقول لك أنا داك الشيء لا تقريبا تقريبا راه فلوس كبيرة راه ماشي فلوس صغيرة. لا تقريبا فوت 50 وهضر. 60 70 بحال هكاك وهضر. ولكن الحرام كيمشي. كيمشي في الحرام. هذا هو اللي كاين. بعد ما حرقات لك الزوجه ديالك خرجات وانت خرجتي مشيتي عندها تصالحتي معها شنو وقع؟ من طبيعه الحال راه مشيتي غتشوف وليداتك لقيتها هي. ولا حسيتي براسك زيرو درهم قلتي رجع عندها ديك المرة؟ ماشي حسيتي براسك راك غتعاود عاوتاني. انا ما درتش شي والو. ايه راه حيت فلوس الحرام كتمشي في الحرام اخويا انا. فهمتيني؟ رجعت فين لقيتي الزوجه ديالك؟ لقيتها عند ما باركه مع ما جيت عاوتاني جيت مشيت للبلاصه اللي تزدت فيها وفي كاريال مع عندي السكنه تم ديالي. مشيت عاوتاني قادي ديك السكنه ديالي ريقلتها عاوتاني بدينا الحياه. اش الوالدين ديالك؟ من طبيعه الحال. اش قالوا لك الوالدين؟ ورا الوالدين ما كيبغيوش لك هذا الشيء، الوالدين ما كاينش شي والدين غيبغيو لولادهم هذا الشيء. راه والدينا كيقولوا لك اوليدي انت اللي غتعذب، راه انت اللي تمحنتي، انت اللي تكرفصتي، راه هما مساكن وخا مكرفصين ما كيبغيوش يبينوا لك راه حنا تكرفصنا. ولكن انا راه ما كنتش كنتكرفص، ماشي انا كاع هادو اللي كيمشيو للحباسات. لا كاع هادو اللي كيمشيو للحبس راه ماشي هما اللي كيتكرفصوا، راه الوالدين اللي كيتكرفصوا. راه هو غيدوز داك الشيء باش ما قسم الله. ولكن راه المهمه والاب راه ما كينعسوش راه ديما. اسمح لي قاطعتك من يدوز سير ثلاث شهور حتى الوالد كان كيجيب لك القفه كيصرفوا عليك كل شيء على حساب الوالدين. لا مخلي ديالك بحالاش؟ كانت باقا عندي فلوس في البنك هي اللي بديت كتصرف هي اللي بديت كتصرف منها وبديت كتعيش منها.
علاش ديك الباك ما الفلوس ما حطيتش فيهم؟ دابا راك عارف كنقول لك ملي كتدخل داك الدومين ما كتبقاش مثالي لداك الشيء، كاين اللي خاصك تخزنو، كاين تخزنو في الدار، كتخزنو في، فهمتيني ولا لا؟ هذيك 60 مليون علاش من عام جمعتيها؟ انا كنقول لك ماشي 60 مليون كامله، ممكن دابا فهم راه فيها ذهب، فيها تليفونات، فيها بزاف د الحوايج. هذه التليفونات وراه هذيك الساعه باقا تليفون ساوي، راه خليني من دابا التليفونات ولاو ب، راه ديك الساعه ديك التليفون راه ساوي حتى المالك. واش فهمتيني؟ راه ديك الساعه بنادم راه عنده تليفون، راه شي حاجه. من بعد ما رجع شي محمد للدار، اش قال؟ جرب تجي تدي شي حاجه البراكه سكنتي انت وياه. اش قالت لك هي؟ ناوي انت ما تقول بغات قبلات، بقينا غاديين بخير، تزادت الدريه الثالثه تاول مشاكل، صداعات، الدن، وبا كتغضبن وبا كتجين وبا كتغضبن وبا كتجين وبا فهمتيني، وانت ما على بالكش حتى باقي عاطي كنتي مازال كملتي باقي عاطي المشاكل وعاطي الهم. سبحان الله ملي بقاو هاد المشاكل كيتكرروا، جا واحد النهار قلتي طلق، تزاد الدري الرابع بعدا رغم المشاكل وليتي معاه الرابع. كيما قلتي يا محمد، بعد ما عندك ربعات الاولاد كتجي عندك سكرانه، قالت لي من الاخر كيما صونيتيني قلت لي كتجي عندي بالدلائل الفيديو كتجي كتطبق عليك المراه سكرانه. شكون اللي فهمت شي مراه كتجي تدخل للراجل سكرانه؟ اش غنقول لك انا؟ لقيت ماشي ماشي ما عمرك تخيلت، وانت كنت كدير وليتي انت كيدير لك هادشي. شنو هو انا باش وقع لك المشكل؟ هو المشكل هو بانك عندك وليدات والوليدات صغار وانت اللي شادهم، اش غدير؟ انا بالسحر على السحر. اش غدير اخويا؟ ولادها غدير شي مشكل غتشرد دوك الوليدات. ولاد شافوا الام جاي سكرين وراه شنو نقول لك؟ داك الشيء تال عبد الله اخويا انس، مابقيتش باغي نهضر في هذا الشيء، حيد داك الشيء تال عبد الله. كيما قلتي في كيولس واحد النهار من الدجاج تغوت عليكم انتم شي جبد تحت الكوميساريه. كيف شو هذا الواقع؟ جات المشاكل والدن، زيد الدراري مشينا حدا الكوميساريه، ما جينا حتى شي 7 الصباح كتقول لهم يلاه حتى واحد ما تسوقك، بقينا باركين حدا الكوميساريه حتى جينا مع 7. اش غدير؟ غتنوض شي مشكل، غتولي مدبر على المشاكل، وانت وليتي ما بقيتيش باغي ديك الطريق ديال الحرام، وليتي كتصلي، وليتي الحمد لله وكنطلب الله الحمد لله يا ربي تسمح لي على داك الشيء اللي فات، ما بقيتيش باغي ديك المشاكل. كيف ما سمح محمد قلتي لي في الكواليس، وكانت صرحات بعض المرابير كنتي معاها، قالت لك هذه القضية ديال البريزيرفاتيف، أنت مزوج بمرأة على سنة الله ورسوله كتقول لك دير بريزيرفاتيف، اش بالي في هذه القضية؟ بغيت نسولك أخويا أنس، أنت مزوج؟ لا ما بس عرفت حيت كون كنتي مزوج غنسولك هذا السؤال، حيت هذا السؤال أنا بغيت نسولو للمغاربة. واش دخلنا عليكم بالله خوتي؟ وسمحوا لي على هذا السؤال، راه عطاه لي انس هذا السؤال. وي دابا انا بغيت نسول المغاربه على هذا السؤال، واش دخلنا عليكم بالله خوتي اللي مزوج على سنه الله ورسوله؟ واش من اللي كيبغي ينعس مع الزوجه ديالو واش كيدير؟ الله يسمح لي، حتى ملي قالت لك هذه القضيه ديالي واش ما حسيتيش أنا مراتك شويه؟ ورا انا حسيت براسي واش حنا فين؟ واش كنهضروا بشي هضره ما كايناش؟ واش حنا فين؟ ما فهمتش. صدمتي صح، ورا ماشي مرتي اللي قالت، دابا واحد الصحفيه هي اللي وصلت هذا الميساج بدون ذكر الاسم، وقلت لها المراه ديالك. انا ما قالت خاصك ملي انت ما عرفتيش بريزيرفاتيف في الاول باش كتضحك عليك، راه من طابع ودابا دخلنا عليك بالله واش هادشي غيجيك ضحك؟ وانت اوتوماتيك ممكن نقول لك انت كاع ملي كنتي خارج لهذاك المشاكل وذاك الهم ما كنتيش كدير داكشي، عاد مشي ملي غتزوج غدير داكشي. دابا بغيت نعرف شكون اللي كيحمي راسو، واش الراجل ولا المرأة؟ دابا انت مزوج بها على سنة الله ورسوله. اه الله يسمع ليها ويسمع لك انت اسمع. امين امين. محمد الحياة تقلبات رأسا على عقب ملي بديتي في الدومين، كيما قلت انا يلاه بديت كنعيش الحياة. الصراحة سبحان شنو الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي أنا قلت لك كنوجهها للشباب، بغيتهم يتصنتوا هادشي يديروا، هادي عبرة باش مرحبا بالشباب اللي دوشي معاه بحال كيما كنقولوا غير هضرة دايزة ما يقدرش يتسوق لك، كيبغي انك تعطيه
انك انت عبره، انت انت داز بنفس الطريق، انت دوزتي الفلوس اللي غيدوزو هادو واللي دوزو هادوك، ودابا انت قدامنا وكتعرف ولا شي راه سيد الادله. شي رساله مؤثره للشباب المغربي؟ شي رساله مؤثره للشباب المغرب؟ اش غنقول لهم انا؟ راه بنادم يستافد من اللي غيتفرج، هو غيبرك وغيحط راسو نبغي يمشي وتكونسونطرا مع راسو في شي بيت ويتصنت لهذا الشيء ويدخلوا لدماغه. هذه هي كيما كنقولوا سول المجرب، لا تسول الطبيب. محمد دوش معايا في الكواليس، قلت لي بغيت نوجه لمرتي واحد الرساله. اه بغيت نوجهها لها. شوف الكاميرا. انا بعداك بغيت تنشكر المتتبعين، وبغيتكم اخوتي راه قناه محمد موكري، راه تدخلوا عندي وغتشوفوا المعاناه اللي كنعيشها ديك الوليدات الحاليه لدابا. باش تحاول تعرف الصوره اكثر سي محمد. اه واش في قناه صوت العداله انتم على المباشر؟ سي محمد موكري عنده قناه على اليوتيوب كيحاول يوضع فيها كل ما يتعلق بحياته الشخصيه. انا والوليدات. والوليدات ديالو كيفاش كيفيه، كيفاش كيعاني، كيفاش هادي، كيفاش كيدير هادي. كنتمنى وجوه تشجيع قناه صوت العداله يلتحقوا به ويشوفوا الروتين كما ديالو، ماشي الروتين لا باش يشوفوا انا هاد الهضره اللي كنقول، هذوك المعاناه اللي انا واصل ليهم، بغيتهم يعيشوا معايا ديك المعاناه. وديك الساعه اللي قلت لها علقوا عليا شي تعاليق، ماشي هما هذوك، حيت كاينين الناس الله يسمح لهم علقوا علي واحد التعاليق كيقولوا لي وكما انا بغيت كنوجه لهم واحد الرساله. انا كنوجه لهاد الناس اللي انتقدوني في دوك التعاليق، فهمتيني؟ واش دخلنا عليكم بالله خوتي؟ دريه خلات عندها 3 شهور، انا اللي كنبدل لي كوش، انا اللي كنبدل ليها، انا اللي خصها ضروري ملي تدخل خصك ضروري، والدراري كيمشيو للمدرسة خصك ديهم للمدرسة وتجيبهم من المدرسة وديهم تفطرهم وتجيبهم من المدرسة تغديهم، فهمتيني؟ وتجيبهم من المدرسة تغديهم ولا فيك المرأة والراجل والدري ولكن ولكن الحمد لله انا قابل، بالحمد لله بقدر الله انا قابل به، الحمد لله والشكر لله. مرحبا. انا كنوجه لها واحد الرساله، انا خشي خشي الزوجه ديالي، انا الزوجه ديالي، انا الزوجه ديالي، انا كنطلب منك الاعتذار، راك تغلط في حقك امام المغاربه، امام المغاربه، وانا باش غتبقاي تعيريني ولا غتبقاي تسبيني راه هادشي حشومة. عفا الله عما سلف. علاش حشومة؟ حيت أنا وياك راه مشاركين ربعة الوليدات. راه ربعة الوليدات ماشي ساهلين. راه واحد النهار غيجيو عندك، راه واخا تقول لهم كيدير هذاك كريط، لا ما قلتيش لهم كيدير باباكم. وتي أنا كذلك راه غيجيو عندي غنقول لهم كيدير ماماكم. وأنا خشي راه اللي بغيت نقول لك، بغيت نشوفك بخير. حيت لك تيتي بخير، راه ملي غيجيو عندك ولادك غتعيشي معاهم بخير وغتضحكي معاهم وغتلبي لهم داك الشيء اللي بغاو. شحال وضعوا في الصوره اكثر اسي محمد دابا هي فين عايشه؟ اش كدير؟ واش انت لحد الان اخويا انا ما كاينش شي تواصل معاها، انا ما كنتواصلش معاها، بنتها واش كتواصل معاها؟ هذاك الشيء اللي كيدور بيناتهم انا ما كنعرفوش، وحق الله العظيم انا ما كنقولش كاع لبنتي اش قالت لك ولا شي حاجه، هي كتبقى كامهم. انت ما مطلقش معاها؟ انا باقي ما طلقتش انا وياها، ومن هنا بغيت نوجه لها واحد الرساله. انت يا اختي اللي كنتي باغي تسناي باش تطلقي على قبل الورث، هذاك الورث راه ما ديالي ما ديالك، هذيك البراكه. اسمي الورث البراكه؟ اه حيت هي قالتها في منابر، قالت لهم انا ما بغيتش نطلقش ناخذ حقي. شنو حقها؟ حقها في هذيك البراكه. غير تقدر تكون مثلا عندك شي فلوس ولا عندك شي ما عندي والو والو، انا في راس مالي كبور، ما عندي حتى شي حاجه. انا بغيت نقول لي هذاك اللي كتقولي حقك راه ما حقي ما حقك، انا حق دوك الوليدات باش واحد النهار يكبروا يلقاو دارهم فين ينعسوا. انا من غدا لا كبروا دوك الوليدات وقالوا لي خرج راه دارنا هذي، انا مستعد نهز الساكي ونخرج بحالي، حيت هذوك الوليدات ما بغيتهمش يتشردوا، بغيتهم واحد النهار تما يلقاو دارهم ويمشيو ينعسوا كيعيشوا الناس، ما يدق عليهم حتى واحد، ما يبرز لهم حتى واحد. هذه هي اللي كنتمنى، وديك الساعه اللي جات الموت اخويا انس مرحبا بها. هذه هي الرساله ديالي. هذه هي الرساله ديالي، وكنشكر خوتي المغاربه
اللي غيعلق عليا بشي تعليق خايبين راه يدخل عندي القناة سي محمد موكلي، راه غيعرف المعاناة اللي كنعيش. واي واحد اللي علق عليا انا متقبل اي تعليق ديالكم، هذا هو اللي كاين محلو معقولة. انا قلت لك انا مقابل اي انتقاد، الحمد لله. ها هي اللي بغيت نوصل لهم، بحال كتقولوا شمكار حباس اش بغيت فيه. ومعقول دابا فهمني انا دوزتو، ربي كيستر، وعلى نتوما العبد ما تستروش. شي ناس الله يهديهم ما نقدروش حنا نشوف. افهمني افهمني، راه امام ديال المسجد راه كيخطب بهذا الشيء، راه كيقول لهم من ستر اخيه راه ستره الله. انا دوزت داكشي، انا ما بغيتش بنادم يبقى يعرف عليا داكشي، وانت كتعرف عليا داكشي، واش تبقى تشوهني؟ بالعكس شوف دابا انت كعبره، انت دوزتي داكشي والان كتقول انا راه ما دوزت والو في حياتي. يلاه بديت كندوق في الحياه. مزيان دير عبره محمد، راه داكشي اللي كنقوله، ولكن علاش غتنتقدوني؟ حيت انا كنوصل كنوصل، حيت شاد ربعه الوليدات وكنديهم المدرسه وكنقريهم، وولدي مدخل الكره راه تبارك الله، راه اللي دخلوا عندي القناه غيشوفوا كيفاش كيلعب وكيفاش، والدراري عندي الحمد لله راه نجحوا. باش نوصل لك انس، انا الوليد عندي راه جاب 7.86 والبنيه تجي جابت زهره حتى هي جابت 6.96. شوف حنا جينا عندك الدار وشنا كيفاش مربي ولادك ومعاونات الابنه ديالك، هذه كنوجه ليها واحد الله يرضي عليها. انا بنتي لمياء الله يرضي عليها، وهي اللي اخويا انس، انا هي اللي كنكذب عليك، انا ملي كتفكر هي ما نكذبش عليك، هي اللي كتاثر فيا. حاسب المستقبل. اه ضحات على قبلي وعلى قبل خوتها، ضحات على قبلهم، حيت هذيك الدريه ما دار بها والو، حنا اللي السبب في هذا الشيء. هذيك الدريه ما دار بها حتى شي حاجه. دابا ما كتقرا مسكينه ما والو. انا بغيت اخويا لا سهل الله، بغيت تكمل الدريه تكمل عامين باش لديتها عند مربيه بعداك تخليها عندها تولد، وهي غنشوف غندير معها شي حل ولا غندير لها شي حاجه اخويا. فهمتيني؟ حيت اخويا ما نكذبش عليك، هي اللي كتعطر فيا هذيك الدريه، حيت هذيك الدريه هي اللي كتعطر فيا انا. راه ملي كن هما كينعسوا وانا كنبقى بارك حداهم فايق وكنبقى نشوف فيهم، حيت كان هادوك الدراري ما دار بهم والو. واش هاد الدراري يكون عارفين هما غيخرجوا لهاد العيشة؟ راه ما غيخرجوش. لا اله الا الله. شكرا لك الاخ محمد. الله يحفظك اخويا انس. كنتي معنا على المباشر في قناه صوت العداله، متبع قناه صوت العداله الشو محمد موقلي، يتكلم بحرقه، يتكلم عن المستقبل الفاسد صراحه اللي كيتعرف به والاعتراف. سيد الادله كنمشيو متابعينا الكرام والاعزاء والاوفياء، كنتم معنا على قناة صوت العدالة، نلتقي في مباشر قادم إن شاء الله.